الله يرحم الوالدين. الاسطبل ديال الماشيه وكاين السيارات الله يرحم لكم الوالدين. كون العافيه من الله يرحم الوالدين. فين شدات هي في الاول؟ من الليل. شنو اللي قدر يضيع؟ شنو اللي غادي؟ ضاع لنا السيارات وضاع لنا لافيراي وضاع لنا بزاف ديال المسلمين. سير برا الله يرحم الوالدين. سير؟ قرب الميكرو حداك. تعرف هذوك الناس تحدانا العافيه. واش حولت عندنا هنايا؟ شنو اللي ضاع؟ شنو اللي تحرق؟ فين شدات؟ بعض الناس حوجه ضاع عليهم كل شيء. الناس راه ضاع عليهم كل شيء. كل شيء ضاع. لا تيهضر وندوي مع التاج. واش ضاع دابا اخويا؟ والسيارات هنايا شنو هذا فوريان ولا شنو؟ لافيراي. لافيراي شحال الطلب اللي شفت؟ الحوايج كله واش ضاع عليه؟ كاين اللي ما شو لي وكر، كاين اللي الناس راه ضاعوا في الفلوس، الناس تكرفصتش، الناس راه عام كيحاولوا يجمعوا في الفلوس، راه تشوف راه تحرقات. وكاينين السكان، كاينين السكان هنايا. كاينين السكان، الناس مسكينة كتعاني هنا، أي واحد كيعاني هنا، عائلات، دراري صغار، راه واحد تمسك دراري صغار الله تخلقوا دابا. شحال باش ساكنين أنتم هنايا؟ قدام هنا حنا باش ساكنين، نقول لك واحد راه من الحلال على الصغرون وأنا ساكنة هنا. انا راه واردين ما يديروش شي حل لهاد الناس هادو. شنو كطال المسؤولين اش يدير؟ طالبوا يديروا لنا شي حل حنا هادشي اللي بغينا اخويا حنا. واش يبقاو كل راه دابا راه شي ربع سنين دابا عاوتاني باش عليكم الاستيفاء لا على السكان السكان. ويا اخويا راه اش غنقول لك راه ما كاين اللي يديروا معنا شي حل، طالبوا شي حل يديروا معنا. كاين الاستفاده لا والو. واه ما كاين الاستفاده لا والو الناس اللي يديروا معنا شي حل. لا 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 ويا ديما الحرائق تيكونوا بحال ما كان دائما دائما هادشي ديال المتلاشيه بحال ما كان تيتخويا كتعرف فيه العافيه حيت بحال اللي صاص كتشد العافيه دابا في البلاستيك صافي انت كتولي كارثه. شنو نوع الخسائر دابا اللي هادو خسائر جسيمه انت كتشوف هذا دابا اللي عنده دابا ديال هادشي ديال لافيراي راه تولي بزاف ديال الاموال ديالو حتى هو هنا. وهذا الناس ما حمل قلت ثاني الناس اللي قلت ديال المتلاشيه كيترزقوا الله هو اش غنقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله. كاين شي ديال المواشي حتى هي كانت لا كاين المواشي ولكن ما كاين لا خسائر لا والو الحمد لله الناس الحمد لله الناس بعدا كاين الناس ديال غير كيكون جات بالليل واه كون جات بالليل غادي يكون ما لا يحمد عقباه. شحال من مره كتكرر هذا العمل؟ راه دائما دائما هادشي ديال شنو الحل؟ المتلاشيات شنو الحل في نظرك؟ والحل نظري هو يديروا لهم هذه الهيكله ولا يحيدوا يديروا لهم شي حاجه بدا تكون مزيانه بدا كاين بحال يبنيو لهم ولا يديروا يعطيهم شي حاجه فين يكون بنادم في المحل ديالو يكون ترونكي هاني بدا كي يكون مامن على السلعه ديالو ولا داك الشيء. ما هادشي ديال العشوائي راه العشوائي عشوائي ما غاديش تنتظر منه حتى حاجه اي حاجه كتنوض كارثه. ودابا بحال البوطات هذه الله يستر لك وكان زعما كاين واحد هاد الناس اللي كان مغامره بالارواح ديالها دابا بحال دابا شي بوطه ولا شي حاجه بدا من الكيلو الطوله ولا شي ما لا يحمد عقبه. واش غنقول لك الله سبحانه وتعالى هو اللي سيحفظه. من هاد السكينه شنو هي من هاد السكينه؟ من هاد السكينه انا من هاد انا اش سميت هاد البلاصه؟ هاد البلاصه سميتها دوار بريك ولاد شبانيش من العماله تابع؟ تابع مولاي رشيد. مولاي رشيد